مشاكل البشرة ومشاكل الشعر من الحاجات اللي بتشغل كتير مننا، يمكن تكون بتهم الستات أكتر، لكن كمان كتير من الرجالة بيهتموا عشانهم وعشان ولادهم. وعشان كده جينا النهاردة مركز فينوس عشان نعرف أكتر من المتخصصين وننقل ليكم كل حاجة زي ما تعودنا في طبيب في بيتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم وحلقة جديدة وطبيب في بيتي. النهاردة عندنا لقاء مهم جدا في مركز فينوس، تخصصات كتير وكلام كتير ومواضيع كتير قوي. خليكم معانا علشان نعرف مع بعض ونقرب من أطبائنا. يلا بينا. يلا بينا. بص انا مش عايزك تخاف، ما تقلقش، سلم لي نفسك بس وانا هظبطك. انا مش عارف، ما هو هتقلق، عايز البنت تعجب بيا بس. لا ده هتعجب، ويعني يعني تعالى بس اطمن، في هنا ضب عايز يتعدل بس. ما تخافش هظبطك. ماشي تقلقش. ونبدا كلامنا بجراحة التجميل اللي كتير مننا فاهمين انها عمليات التجميل وبس. لا ده الموضوع كبير وتفاصيله اكتر. تعالوا بقى نعرف اكتر من اهل التخصص ونعرف الصح ايه. جراحة التجميل من المفاهيم المغلوطة عندنا، في ناس كتير ما تعرفش عن جراحة التجميل غير عملية التجميل بس هي عملية التجميل اللي بتمثل لنا الفكرة الكاملة عن جراحة التجميل. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا وسهلا بحضرتك. تعرف بحضرتك في الاول؟ انا دكتور محمد حسين فهمي، مدرس واستشاري جراحة التجميل والحروق بكلية الطب بجامعة بنها. اهلا وسهلا دكتور. اهلا بيك. طيب جراحة التجميل يا دكتور، احنا يعني المفهوم الشائع عندنا عمليات التجميل بس، او ان لو في حاجه شكلها مش ظريف تبقى اجمل شويه، وخصوصا بقى ما يخص الستات وكده يعني. فالكلام ده صح ولا لا؟ او ايه المفهوم الصح عن جراحه التجميل؟ لا هو ده طبعا مفهوم مغلوط شويه، لان هو اصلا الاسم بتاع القسم بتاعنا جراحه التجميل والاصلاح والحروق. احنا ثلاث اقسام. جراحات التجميل اللي هي الجراحات الشائعه، اللي هي جراحات شفط الدهون، حقن الدهون، شد البطن، جراحات شد الذراعين، الجراحات بتاعه السمنه الموضعيه بصفه عامه، وجراحات التكبير والتصغير. في بقى الشق الثاني اللي هو جراحات الاصلاح، ده بتاع الحوادث، وده حاجة احنا بنتفرد بيها عندنا هنا في المركز، ان احنا عندنا حاجة اسمها الجراحات الميكروسكوبية، اللي هي الاطراف المبتورة ممكن نعيد توصيلها تاني من خلال جراحات ميكروسكوبية. ده ده حاجة تانية خالص يعني. الاطراف يعني مثلا صباع مثلا مبتور مثلا ولسه الحالة هنقدر نرجعه تاني؟ نقدر نرجع توصيله تاني، لان في حالات بتلف كتير على المستشفيات، بتبقى مثلا عامل حادثه قريب من هنا، واحنا في بنها خصوصا احنا مكان اكثر عرضه ملتقى مستشفيات اكثر ملتقى محافظات كتير، فبيصب الطريق علينا حوادث كتير جدا. فالحالات دي عبال ما بتلف بتضيع عليها فرصه ان احنا نرجع نعيد التوصيل تاني. فهي ديت بالنسبه لنا احنا بنتفرج بيها هنا. غير كمان اصلاح العيوب الخلقيه زي اذن خفاشيه، زي التصاق الاصابع، اصلاح مجرى البول. الحالات ديت بنعملها عندنا برده. اصلاح مجرى البول طبعا. يعني دخلنا في حته تانية خالص بقى طبعاً. يعني مش حاجه ظاهريه بس، لا يعني كمان ده اصلاح بقى، ده اللي ينطبق عليه اصلاح مش تجميل. وفي الشق الثالث اللي هو الحروق، سواء الحروق ديت حروق حديثه، عيان لسه محروق وجاي احنا بنقدر نتعامل معاه، او اثار حروق قديمه خلاص بنقدر نتعامل معاه سواء بالليزر او لو محتاج عمليات، بحيث ان هي بيرجع الوظيفه بتاعه المكان اللي اتحرق، او نرجع الشكل الجمالي له تاني. طيب يا دكتور، في نقطه بمناسبه الاطراف المبتوره، لو حد لا قدر الله تعرض لحادث زي كده، ايه اللي المفروض يعمله عشان يحافظ قدر المستطاع على فرصه في ان الجزء ده يفضل تاني موجود، او اقدر ارجعه تاني زي ما كان؟
هو اهم حاجه، بس عشان في ناس كتير بتفتكر ان هو تحط الجزء المبتور في التلج وتجيبه، ده غلط طبعا. لا، هو المفروض الاول بيلفه في شاشه او فوطه مبلوله بميه، وبعد كده يحطه في كيس بلاستيك، وبعد كده يحط الكيس البلاستيك دوت في كيس فيه تلج. ديت احسن حاجه او احسن حاله بيجي لنا فيها العضو المبتور، بحيث ان احنا نقدر تاني كده يا دكتور، حته قماش مبلول، قماش مبلول ويحطها في كيس بلاستيك، ويحط الكيس البلاستيك ده في كيس مليان تلج. كيس مليان تلج، ده كده بيحافظ على فرص اكبر ان هو يسترجعه تاني، ويجي لنا في خلال الست ساعات الاولانيه ان شاء الله بنقدر نرجع له الوظيفه الكامله للعضو المبتور ده تاني. طب جميل جدا. بالنسبه للحروق بقى، لان الحروق انواع واشكال، يعني الفات فيها كتير، احنا بنشوف حاجات كتير ممكن تنفع مع حالات وحالات تانية لا، بس الناس بتعممها، يعني من اول بقى معجون السنان ومش عارف ايه والدقيق وكل الحاجات الكتير قوي دي. ايه اللي انا اقدر اعمله كاسعافات اوليه لمريض الحروق، علشان لما يجي لحضرتك تبقى المهمه اسهل، ان احنا ما يبقاش في اثر ونقدر نعالج الموضوع ده؟ عشان في ناس بتقول التلج، وناس بتقول حاجه سخنه، وناس بتقول حاجه يعني. لا، هو اهم حاجه هي الميه الجاريه، هو مكان الحرق اولا، لو في اي هدوم او اي حاجه موجوده على المريض لازم كل ده بيتشال من عليه، من على المكان المحروق، وميه جاريه موجوده، ونحط له اي كريمات للناس المعروف كتير اللي هي النيبو او الدرمازين، الحاجات اللي بتقلل فرص البكتيريا ان هي تنمو على الجزء المحروق، لغايه ما يجي المستشفى او الطبيب المتخصص يتعامل معاه بقى على حسب الحرق ده درجه اولى يعني ولا درجه ثانيه. لا، مش معجون سنان اكيد، مش معجون سنان، معجون سنان يا جماعه، والحاجات اللي هي من غير ما نكون عارفين ايه الاثار الجانبيه بتاعتها والكلام ده ما ينفعش. اتفقنا؟ ميرسي جدا يا دكتور، وبنشكرك. شكرا. ونيجي بقى للشعر ومشاكله. وطبعا الشعر زينه الست، وكتير من اخواتنا وبناتنا وكمان امهاتنا بيقابلوا مشاكل مع الشعر، وبيبقوا محتاجين القرار الصح في الوقت الصح قبل فوات الأوان، وده طبعا هنلاقيه هنا. من أكتر الحاجات اللي بتقابل طبيب الجلدية مشكلة تساقط الشعر، مشكلة بيعاني منها ستات ورجالة وكل الناس، يمكن الستات بتهتم بيها أكتر، لكن بشكل عام هي مشكلة بتهم كل الناس. تعالوا نشوف مع بعض أسباب تساقط الشعر، وإزاي نقدر نعالج مشاكل اللي زي دي مع الدكتور. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بحضرتك. تعرف بيكي دكتورة مهتام، مركز فينوس، أخصائية جلدية وتجميل وليزر. أهلا وسهلا بيك يا دكتور. مشكلة تساقط الشعر خصوصا مع البنات والستات، وناس كتير مش عارفة إيه السبب وبتعاني منها، ومش عارفة إيه اللي ممكن تتفاداه علشان ما يحصلش ده، وإيه العلاجات. فخلينا نبدأ بأسباب تساقط الشعر. تمام. طبعا اي حد هيكلنا هينورنا في العياده، هنتم الفحص على فروه الراس والشعر باستخدام جهاز اسمه ايه، الدرموسكوب. بنتم الفحص بيه ونعرف اسباب، ساعتها نعرف اسباب تساقط الشعر. اسباب تساقط الشعر كتيره جدا طبعا، من اهمها ان احنا بنعمل شويه تحاليل كده نعرف منها ايه السبب الاساسي للتساقط ده. طيب، اهم طبعا حاجه عندنا في التساقط نقص الحديد ونقص مخزون الحديد، دول اهم سببين عندنا. تاني حاجه، في حاجه برضو الغده الدرقيه، لما بينقص افراز الغده الدرقيه برضو بيبقى مشكله اساسيه في تساقط الشعر. لا، بينقص. تالت حاجه الحاله النفسيه، الحاله النفسيه مهمه جدا 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 في فكره تساقط الشعر. والمشكله كمان ان موضوع الحاله النفسيه ده بيفرق قوي كمان، لان الستات اكتر ناس تعرضا او طبعًا اكتر ناس اهتماما بموضوع تساقط الشعر ده. طبعًا. وهم بيبقى عندهم حته المشاعر ديت، وبتاثر وبتزعل، تاثر قوي، فده طبعا أكيد مشكله كبيره طبعا. لا صح، اكيد. في مشكله برضو، مش مشكله طبعا، دي حاجه طبيعيه طبعا للناس كلها، الحمل والرضاعه برضو من الحاجات اللي الناس ممكن ما تعرفش ان هي تكون سبب في تساقط الشعر. اخر حاجه بقى عندنا لو حد عامل عمليه جراحيه كبيره، دي برضو من الاسباب اللي فعلا نسبه التساقط فيها تبقى عاليه قوي. عمليه جراحيه كبيره بعدها ممكن تلاحظ ان التساقط فيه بنسبته كبيره شويه. يعني مش الحسد بس يعني؟ لا مش الحسد. عشان بس في ناس كتير اي حد شعره بيحصل فيه تساقط البنت اتحسدت، الولد اتحسد، بس كده. انما طبعا في اسباب علميه، بس الموضوع بيبقى محتاج اهل التخصص يبقوا معانا، وهم اللي ياخدوا القرار بالشكل العلمي اللي الدكتور كان بيتكلم عنه ده. طيب يا دكتور، دي اسباب التساقط، ايه العلاجات عموما اللي يعني بتنصحي باستخدامها او بتوصفيها دايما للمرضى بتوعك؟ طبعا في علاجات كتيره،
بنستخدمها في عيادة الجلدية. أنا كنت حابة يعني أواجه الناس كده لعلاج جديد اسمه كروس فاكتورز، حاجة كده يعني لاين جديدة من اللاينز بتاعت تريتمنت بتاعت الهير اسمه كروس فاكتورز، اسمه LC هير. ده بيحفز نمو الشعر وبيساعد على نمو الشعر، مع طبعا يعني مش يعني لازم نعالج كويس جدا الشعر او معرفه السبب الرئيسي لتساقط الشعر. ممكن يكون ناقص حديد او مخصوص حديد زي اي حاجه، يعني ده لا غنى عنه تاني حاجه في LC برايت، وده بيساعد على توحيد لون البشره وتفتيحها. واخر حاجه عندنا LC رينيو، وده بيعالج الندبات واثار الحبوب ويحافظ على ان البشره ترجع صحيه وسليمه يعني بشكل صحي وبشكل سريع. جميل، الكلام ده كله امن يا دكتور؟ يعني مفيش اثار جانبيه، الامور طبيعيه ولا؟ طبعا ده المنتج الوحيد اصلا الـ FDA approved. جميل جميل جميل. طيب نصيحه اخيره بقى يا دكتور لاي حد بدا يحصل عنده تساقط للشعر. تمام. يعني تبدا تفكر ازاي او تعمل ايه، خطواتها ايه؟ هل في حاجات بسيطه تقدر تعملها في البيت، عنايه معينه قبل ما تروح لطبيب الجلديه، وامتى تروح لطبيب الجلديه؟ تمام. اول حاجه طبعا التغذيه السليمه طبعا، يعني دي ما نقدرش يعني ايه ننكرها، دي لازم. مش الفاست فود يعني ولا حاجات المعلبه؟ لا، التغذيه السليمه، الخضار والفاكهه. الفاست فود يا جماعه، الخضار والفاكهه، البنات اللي عايشه حياتها على الايس كريم والشوكولاته والحاجات دي بس. تاني حاجه غسيل الشعر نفسه. في ناس بتغسل الشعر للاسف يوميا وده غلط جدا. يعني انا ما عنديش مشكله طبعا الناس تبقى فاكره ان ده اهتمام بالشعر، لا هو للاسف احنا كده بندمر الشعر. احنا غسيل الشعر المفروض مرتين في الاسبوع او يوم بعد يوم. مرتين في الاسبوع او يوم بعد يوم. وبايه؟ ممكن بميه بس مثلا ولا لازم ولا ممكن لو هنستعمل شامبو او حاجه في الغسيل لازم طبعا يوم بعد يوم او مرتين في الاسبوع بس، لكن لو بميه مش مشكله، ممكن نغسله كل يوم مفيش مشكله. الميه مفيش مشكله، المشكله في الحاجات زي المنظفات مثلا زي الشامبو زي الحاجات دي. وطبعا نرطب الشعر كويس جدا جدا، نحافظ على ترطيبه، ونبعد طبعا عن اي حاجه بتدمر الشعر زي المجففات وكده. ده طبعا كده ده الحفاظ على البشره عموما. بعد كده بقى هتبقى عندك مشكله لازم تعالجيها في عياده الجلديه. جميل. والحاله النفسيه؟ نبعد عن الحاله النفسيه. نبعد عن الاسترس ونحافظ على الحاله النفسيه بتاعت. شكرا ليك يا دكتور، ميرسي. يا ترى حقن الفيلر حل مناسب؟ طيب امتى يكون هو القرار الصح؟ وايه النوع المناسب؟ ويا ترى في اثار جانبيه ولا لا؟ واصلا مدته بتكون قد ايه؟ تفاصيل كتير هنعرفها دلوقتي. الست هي ايقونه الجمال، علشان كده دايما بتجري بص يعني بالمشاوير ورا الجمال، اي حاجه تخليها اجمل بتجري تدور عليها. اهلا بك يا دكتور. اهلا بحضرتك. عرفينا بنفسك. دكتوره سهى احمد عياد، اخصائيه الجلديه والتجميل والليزر، مركز فينوس. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. الستات مغلبين نفسهم جداً. وتعبين نفسهم ويفكروا كتير وعايزه دايما تبقى اجمل ودايما شكلها احلى من كل اللي حواليها. تمام. ودايما صغيره في السن وقمر، يعني ما فيش هي اجمل واحده في الكون. اكيد. وده يعني الست ده من حقها انها تطلب الجمال. طبعا. لكن كمان في ساعات الناس بتمشي وراء حاجات اوهام وحاجات صعبه جدا. ايه الحاجات اللي ممكن الست تعملها ببساطه تغنيها عن عمليات التجميل مثلا، تبعدها عن السكه دي وتكون حاجات بسيطه برضه؟ تمام. احنا عندنا هنا بنقدم الفيلرز. الفيلرز من اسمها يعني معناها فيل ان، انها ماده مالئه او ماده تعبئه. بنبدا بيها نعمل زي اجراء تجميلي من غير اي عمليات جراحيه خالص. بنحسن بيها مظهر الوجه ومظهر الجلد وبيبقى شكلها باين طبيعي. كمان التقنيه دي سهله جدا، احنا ممكن نعملها في العياده في خلال ربع ساعه وتكون الحاله خارجه مبسوطه جدا. يعني بعد ربع ساعه، بعد الجلسه ربع ساعه دي ممكن تخرج الحاله بتبقى بهيئه مختلفه. مثل الفيلر ان هو بيبان وقتي. ان انا بعمل لها الجلسه دلوقتي هتبان مع مثلا حقنت لها شفايفها هتبان، حقنت لها خدودها ورفعتها لها هتبان، كل حاجه بتبان في لحظتها بالظبط. طب ممكن تستمر على الوضع ده قد ايه معاها؟ من 6 ل 8 شهور.
طيب يعني هي بتعمل الفيلر كل بالظبط فتره كل 6 ل 8 شهور. الفيلر ده ممكن نحقنه كمان للبنات الصغيرين يعني مش بس الكبار، احنا بنحقن البنات الصغيرين في منطقه تجويف العين مثلا. تيجي البنت مثلا تشتكي ان هي عندها غمقان حوالين عينيها او هالات سودا بمعنى اصح، بتقول لها نقص تغذيه مثلا، حاجات كتير اسباب كتير بالظبط، او التجويف ذات نفسه. التجويف ده بنعالجه بالفيلر، بان احنا بنملي بيه التجويف بحيث يبان شكله احسن وفي نفس الوقت بتفتح فبيبقى شكلها جميل جدا. جميل. كمان ممكن الشفايف، في بنات بتبقى مثلا شفايفها صغيره شويه محتاجه انها تظبطها تملاها، بنحقنها فيلر برضو. الاماكن الابتسامه، خط الابتسام بنحقنها فيلر. الخدود لما مثلا واحده حست انها بعد ما خست او بعد الحمل والرضاعه تلاقي نفسها مثلا خدودها خاسه شويه، فبنبدا نملي الخدود دي. نرفع الناس اللي عايز تعمل كونتور في الوجه في وشها عشان يبقى شكلها حلو، نرفع لها برضو الخدود. طيب بس انا يعني لو سته او البنت عملت ده وبعد 6 شهور او 8 شهور ما حبتش تعمله شويه، عادي خالص ولا اي مشاكل خالص، بالعكس بترجع طبيعتها عادي. هي بس عشان تعزز الفيلر او عشان تطول مدته ممكن تفضل الفتره دي تشرب ميه كتير جدا، تستخدم المواد اللي بتحتوي على هيالورونيك اسيد مثلا في البيت او فيتامين سي، زي سيرم مثلا، اي سيرم بيحتوي على فيتامين سي بالليل بتستخدمه قبل ما تنام، برده ده بيعزز وجود الفيلر وكده، يخلي الفتره اللي هي 6 شهور او 8 شهور تطول مثلا شويه، تطول شويه او تبقى بشرتها باينه انها نضره، كواليتي اكتر. الفيلر كمان بيسيب نضره رائعه في الوش. يعني حتى بعد المده بتاعته ما 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 بتخلص بتروح، بيسيب نضره في الوش. وكمان احنا مش بنعمل حاجه تبان مختلفه، يعني انا مش هحقن لك فيلر ابينك غريبه. لا بالعكس، ده انت هحقن لك فيلر يحسن مظهر وشك، يعني انت مش هتبقي باينه غريبه، شفايفك مثلا مش املاها مش حاجه غريبه قوي على الطبيعي غريبة. لا خالص، احنا بس خلينا الموضوع في احسن صوره بالظبط، احسن صوره ممكنه له بالظبط. طيب ده بالنسبه للحاجات اللي هم التجميليه. هل ممكن نستخدم الفيلر في حاجات علاجيه او حالات علاجيه تعالج ممكن حاجه؟ ممكن البنات اللي بتشتكي من اثار حب الشباب اللي هي بتبقى عامله حفر في وشها، ممكن احنا نرفع بيها الحفر دي بالفيلر، اللي هو زي ما كنت بتقولي كده تعبئه. تعبئه بالظبط كده، اللي هو فيلقن ان انا هملي بيها الاثار حب الشباب اللي موجوده دي. بس برضو هتحتاج بعد كام شهر برضو تعملها تاني صح كده؟ بالظبط، لحد ما تعالجها مثلا. وكمان الناس اللي بتشتكي من اعوجاج الانف، عندها عظمه الانف هنا ما فيها اعوجاج شويه، فبنبدا نحقنها بالفيلر بنظبط بيها عظمه الانف بدون ما تحتاج انها تروح تعمل عمليه جراحيه ولا اي حاجه من الحاجات دي. واو، وبرضو بست شهور ويبقى شكلها في ربع ساعه بتبقى الجلسه الموضوع بيبقى ظريف يعني. ومفيش الم ولا اي حاجه، هي بتبقى مبسوطه جدا. طيب الفيلر عموما المدة الربع ساعة دي بتكون كافية؟ يعني أنا هي بتبقى جلسة واحدة ولا مجموعة جلسات؟ لا هي جلسة واحدة، احنا طبعا ما بنخلصش الحقنة في نفس الجلسة، بس بنحتاج ان احنا نشوفها في الريتاتش لو محتاجة نزود حاجة بسيطة وخلاص، على حسب المادة طبعا، على حسب كمية الفيلر اللي احنا محتاجينها طبعا يعني لوشها وكده. بس مفيش منه أي آثار جانبية خالص، طالما احنا اخترنا الدكتور الصح، المكان الصح، المادة الصح، صحيح تبقى النتيجة كويسة إن شاء الله. ميرسي جدا يا دكتور. حاسين اننا مش مهتمين ببشرتنا، بدأنا نكبر والتجاعيد بدأت تظهر، يا ترى في طرق طبيعية نحافظ بيها على نضارة البشرة؟ طيب والطرق العلاجية تطمن ولا تقلق؟ يلا بينا نعرف الخلاصة في الموضوع ده. بما ان معظم حلقتنا النهاردة في عيادات الجلدية، فمين اكتر ناس بيهتموا بالجلدية وعيادات الجلدية؟ ايوه عارفين نفسهم، الستات. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بحضرتك. دكتور نمي مصطفى، اخصائي جلديه تجميل الليزر مركز يابس. اهلا بيك يا دكتور. طيب البنات والستات اليوم طلبات جميله قوي وكثيره قوي، بس دي اكتر حاجه بيطلبوها من طبيب الجلديه؟ اكتر شكوى بتيجي لكل البنات اللي هو عايزه وشي يكون فيه نضاره، حاسه ان وشي شاحب، الخدود ما فيهاش مش مورده، عايزه توريد الخدود. دي اكتر شكوى كل البنات تشتكي منها. طيب لو عايزين نجاوبهم كلهم دلوقتي على الموضوع ده، نبدا الاول بالحاجات الطبيعيه. ايه الحاجات الطبيعيه اللي ممكن البنت تعملها تحافظ بيها على نضاره البشره؟ اهم حاجه المفروض ده يبقى روتين كل البنات تمشي عليه عشان تحافظ على نضاره بشرتها، اهم حاجه شرب الميه كتير. المياه. شرب المياه الكافية بيحافظ على نضارة البشرة وترطبها، ومعاها استخدام كريم مرطب مناسب. يعني الأول بس نرطب البشرة بس عشان هي يعني بعد كده مش القهوة، مش لا. الشاي، لا. مش المياه الغازية، مش الكلام ده، المياه اللي هو ما بتشربوش مياه خالص، نسمع بقى الكلام. طبعا أول حاجة المياه.
وزي الصيف. هو والله في الشتاء برضه بسبب الجو مش حر الناس بتنسى تشرب ميه اصلا. صحيح. فده بيساعد على جفاف البشره اكتر. البشره الجافه مشاكلها كتيره، يعني يظهر فيها كل المشاكل، الشحوب والتجاعيد وكل حاجه. فنشرب ميه كافيه ونرطب بشرتنا بكريم ترطيب مناسب حسب نوع البشره اللي الدكتور هيقولها لكل بنت، ان حسب بشرتها جافه او مش اللي صاحبتها بتقول له. لا طبعا مش اللي صاحبتها الدكتور يحدد، ولا اللي على السوشيال ميديا، من طبيب المتخصص. واخر حاجه كمان وحاجه مهمه قوي، الصن بلوك او واقي الشمس في الصيف وفي الشتاء، عشان الناس مش بتستخدمه في الشتاء خالص. الشتاء بالعكس الجو بيبقى حلو بقى وعايزين نتدفى ونقف في الشمس، اكتر وننسى بقى خالص انها تاثر على البشره. الشمس بتعجز البشره بسرعه. فدي اهم حاجات المفروض نمشي عليها كروتين في حياتنا اصلا كل يوم. طيب جميله دي الحاجات. طب ايه تاني ممكن نعمله ونحافظ بيه على نضاره؟ في حاجات بقى كتير دلوقتي موجوده عندنا، اهمها تقنيه المايكرو نيدلينج. المايكرو نيدلينج ده اللي هو استخدام سنون صغيره تخلينا ندخل مواد علاجيه لطبقات الجلد اللي جوه. احنا معانا النهارده حاجه جديده، احلى حاجه نزلت في الماركت في موضوع المايكرو نيدلينج ده، اسمها جولد ستان. الجولد ستان دي زي ما انتم شايفينها كده، هي ليه اسمها جولد؟ عشان هي عباره عن سنون صغيره جدا، السنون دي جولد بليتد. الجولد ده بيساعدنا اول حاجه ان هو يشتغل كانتي اوكسيدنت للبشره. تاني حاجه السنون الرفيعه دي بتعمل لنا حاجه اسمها مايكرو تشانلز. مايكرو تشانلز يعني قنوات دقيقه جدا صغيره بتدخل الماده اللي احنا هنحطها لطبقات الجلد اللي جوه عشان تضمن لنا اكبر استفاده. وكانه حقن بس بطريقه سهله. هي بتعتمد على دايركت انفيوجن، يعني احنا بنحط الماده ندخلها لجوه على طول. بس كده. كمان سهله ان احنا بنملاها باي ماده. اي كان الماده. اي بنملى التيوب دي على حسب بقى المشكله اللي عندنا، احنا والله عايزين المشكله في الشعر، عايزين نحل الشعر بحاجه معينه فبنملى بماده علاجيه للشعر. مشكله في الجلد في بقى مواد كتيره، تفتيح البقع، تمحيد لون البشره، ازاله اثار الحبوب، الندبات، كل الحاجات دي بنستخدمها هنا. طيب انا دلوقتي خلاص عرفت الدكتور شخص لي ايه الماده اللي انا محتاجها لعلاج المرض اللي عندي. انا يعني البنت نفسها هي اللي بتقدر تعمل الكلام ده ولا عن طريق الدكتور؟ ممكن دي بقى من مميزاتها انها ممكن البيشنت نفسه يستخدمها في البيت لانها سهله جدا. احنا بنمررها بس ممكن نفتحها كده مع بعض. هي بنطلعها وبنفتح الغطاء بتاعها ونملاها باي ماده احنا عايزينها، وهي بتستخدم استاندنج كده طباعه على البشره. وبرضه يا جماعه تاني بأكد مره واثنين وثلاثه واربعه وعشره، الماده دي اللي بيوصفها طبيب المتخصص دكتور او دكتوره الجلديه، مش احنا من نفسنا ولا بحيي حد كده، حد معدي في الشارع يقول لنا حاجه نعملها، ولا واحده صاحبتي جربت ولا الكلام ده. ركز كده ومع الدكاتره المتخصصين ناخد العلاج. بنعديها على البشره كده بطريقه الطباعه، عشان كده هي اسمها ستاند. بتعدي كده بس بالراحه جدا بطريقه بسيطه وبنوصل الماده اللي احنا عايزينها. كمان موضوع السنون ده، السنون بتخلي يعني بتعمل زي جروح صغنونه خالص على قد السن بتاع الابره دي، وده هو اللي بيحفز تكوين الكولاجين. الكولاجين ده هو ده بيبقى شكله ظهر دلوقتي؟ لا خالص، هي تاني يوم ممكن تنزل، ودي برضه الميزه الثانيه ليها انها ما فيش داون تايم، اللي هو مش بنحتاج نقعد في البيت فتره ما نروحش الشغل وكده. لا سهله جدا وبسيطه، وكمان السنون رفيعه جدا فما فيش بين خالص، ما فيش اي الم، ممكن اي حد يعملها لنفسه. وهتدينا حتى لو ما حطناش فيها اي ماده تفضل مثلا، مش عندنا اي حاجه ممكن نهبطها، مجرد السنون دي هي اما الكولاجين الجديد يتكون بتدي تايتنينج وفيرمنج للسكن، بتشد الجلد، فهنحس بان الخدود مورده والجلد مشدود والشكل بقى احسن. والله حاجه بسيطه وسهله، يعني فكره بسيطه يا جماعه وممكن نجربها كده تحت اشراف الدكتور طبعا، وحاجه بسيطه جدا. ممكن اول مره بس الدكتور يعرفها تستخدم ازاي وبعد كده تستخدمها بقى. دي كانت لقاءاتنا النهاردة في مركز فينوس. خلصت الحلقة لكن لسه اللقاءات مخلصتش، خليكم معانا هنكمل كلامنا المرة اللي جاية. وطبيب في بيتي.